أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وتكلمنا عن كتمان الحق بأنه محاولة قوى النفس أن تضغط الحق في داخل نفسها ولا تنطق به، وهذه قلنا عملية شاقة جدا لا بد فيها من اتحاد كل مواهب الكبت في النفس الإنسانية ليكتمل إيه؟ ليكتمل الحق. وقلنا ما يناسب ذلك في كل إيه؟ مبررات التحقيقات التي يأخذون بها الاعترافات ليصلوا بها إلى الإيه؟ إلى الحقيقة. الحق من ربك، وما دام الحق من الله أيستطيع أحد أن يكبت هذا الحق؟ أم أن لا بد أن يوجد له متنفس؟ لا بد أن يوجد له متنفس. ولذلك قلنا حتى صرخة الباطل استنقاذ بالحق، يعني ساعة ترى باطلا استشرى كالألم الذي قلنا أنه يحدث في النفس. الألم الناس تكرهه، نقول له لا، الألم هي صيحة تنبهك على أن ذلك العضو أصابه عطب فيجب أن تتجه إليه بوسائل العافية. ولذلك قلنا إن أخطر الأمراض هي التي لا يصحبها في أوليتها ألم، الأمراض التي لم يستطيع أن يكتشف لها ميكروبات ولا فيروسات، لا تعلم أو لا يحس بها إلا في الوقت الذي لا يمكن تلافيها. يبقى مدام الحق من الله أيستطيع واحد أن يكتم ذلك الحق؟ ما يمكنش. إذن فالحق غالب على أمر. ولذلك قلنا إنك لا تجد معركة أبدا بين حقين، لأنه لا يوجد إلا حق واحد، لأن مصدر الحق إله واحد، فيكون الحق الذي يصدر عنه إيه؟ واحد. يبقى لا يوجد حقان، ولا توجد المعارك إلا بين حق وباطل أو بين باطلين. المعركة بين الحق والباطل لا تطول لأن الباطل زهوق. ولكن المعارك التي تطول طويلا هي المعركة بين باطلين. ولذلك معاركنا المعاصرة ما بتنتهيش ليه؟ لأنها بين باطل وباطل، ليس أحدهما أولى بأن يكون الله في جانبه. ولذلك إذا استيقظنا إلى الله في شيء لم يدنا من النصر على قدر إيه الاستيقاظ. ولو برضو تعمقنا في الاستيقاظ يدنا عمق في النصر، إنما استيقاظ سطحي شوية سطحيين على قد المسائل تمام كده. إذن فالمعارك التي تتعب الدنيا هي المعارك بين باطلين. انظروا من أيام الحرب العالمية الثانية تجد العالم إلى الآن لم يهدأ، لحرب ثخنة حرب بردة. ليه ما هدأش؟ لأن المعركة بين هوايين، يا هوا شرقي يا هوا إيه؟ هوا غربي. ما فيش هوا علوي أبدا، لو جه هوا علوي ينهي المسائل دي كلها حتى يكون هواه تبعا لما إيه؟ لما جئت به. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني قضية الحق ما دامت من الله لا تمتري أبدا في أن الحق سينتصر. ولكن الحق معنى كل معناه قوة تحميه. الحق عايز محكم بقى، وعادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطل. ايه سيف وايه؟ ما انت عندك سيف كويس رامي، انما اين اليد الذي تمسك بالسيف لتضرب به؟ اذن فاحنا بنبقى مضيعين الحق، احنا او مضيعين نفسنا بترك الحق، لان الحق سيظل من الله ولن ينطمس الحق ابدا.
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الممتري الشك، الممتري الشك. ومعنى الشك قلنا ان فيه نسبتين متساويين، يعني ما فيش نسبة تغلب على ايه؟ على نسبة. لكن ما دام الحق من ربنا، ما هي النسبة المقابلة للحق؟ لا توجد، يبقى ما تشكش فيه ابدا، يبقى لا تشك في هذه ابدا، فلا تكونن من الايه؟ من الممتري. الممتري هو الشك، ويقعد يجادل، يدخل في نراء، نراء وجدل، تجادل. لأن المرج والنراء كما نقول نحن في بالتعبير الريفي نحنن البز لتمري ما فيه، يعني بننزل ايه، كل واحد من اهل الجدل عمال يمري خايف خصمه علشان ده يقول وده يقول وده يقول وده ايه وده يقول. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. دول بيتجهوا للمشرق، ودول بيتجهوا البيت المقدس، وانتوا بتتجهوا للكعبة. حين وجد لكم اختيار، كل واحد له وجهة، لما لا تظنوا ان الاختيار سيبقى لكم، اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. تبقى المسألة انتوا واخدين لما وهبتم من الاختيار، فإن ده يبقى له كذا وده له كذا وده له كذا وده له كذا وده له كذا، إنما لا تظنوا أن ذلك سيدوم لكم. وما دام الأمر عائد إلى الحق الذي منه الحق، يبقى استبقوا الخيرات خير لكم، تسابقوا على إيه؟ على الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فلا تظنوا أنكم باختياركم الموهوب لكم من الله ستظلون على هذا الاختيار، وكل واحد يروح الحتة اللي هو عايزها. سيأتي يوم ينعدم فيه الاختيار، وآتي بكم من الجهات دي، ده من هنا وده من هنا وده من هنا، أينما تكونوا يأتي بكم الله إيه؟ وما دام القادر على أن يأتي بكم من كل جهة جميعا، فكان الأولى أن تتسابقوا إلى ما وضع لكم من الخير، فتتوجهوا باختصار الطريق إلى ما أحب لكم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أكدها كم مرة؟ ثلاث مرات، لأن العملية كانت عملية صعبة، عزة عنيفة. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يؤكدها تأكيدا، ولذلك جاب الثلاثة اللي هو أقل الجمح، أقل الإيه؟ الجمح. وقلنا إن من الممكن أن تأخذ واحدة للمتجه وهو داخل المسجد، وللمتجه وهو خارج المسجد، وللمتجه في الإيه؟ في الجهات إيه؟ في الجهات جميعا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وبرضو ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس للمنافقين لليهود للنصارى ما يبقاش لهم. وهل للمبطل حجة؟ هي حجة في نظري، هي في نظري ايه؟ حجة، انما هي في الواقع ليست ايه؟ ولذلك يأتي القرآن ويقول ان اعتبروها حجة فقولوا لهم سنسايركم ونقول هي حجة لكم ولكنها داحضة عند ربكم. حجتهم ايه؟ داحضة. إلا الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم حجة، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله، لئلا يكون للناس عليكم حجة في إيه؟ حجة لأنهم كانوا الأول بيتجهوا إيه؟
العلماء في شويه خلافات هنا في الحته دي. هل ساعه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه اين كان متجهه قبل الهجره؟ اين كان متجهه؟ الى السماء. كان متجهه الى الكعبه. قال قوم لا، كان متجهه الى بيت المقدس لانه ما حبش يتجه للكعبه وفوقها الايه الاصنام. وقال انه كان يضمن المسالتين. شوف الدقه، الدقه الفطريه. يضمن المسالتين ازاي؟ قال لك كان يتجه الى بيت الايه لبيت المقدس، لان يعني بيت المقدس ما كانش فيه اصنام. بيت المقدس ما فيش فيه اصنام، الكعبه فيها ايه؟ فيها اصنام. يقول يتجه الى بيت المقدس بما لا يجعله يخرج عن متجهه الى الكعبه. يبقى يصلي في الناحيه اللي بقى في الناحيه اللي تبقى الكعبه كده قدامه وبيت المقدس ايه؟ قدامه. شفت برضه الهوى الايه؟ ما شاء الله. يبقى جمع بين ايه؟ جمع بين الاثنين. بيت المقدس في الناحيه دي كده. كده كويس؟ وهو يتجه الى بيت المقدس انما بما لا ايه؟ لا يستدبر به الايه؟ الكعبه. الله الله. بما لا دي فتنه. لان ما فيش يعني حاجه صريحه في هذه المساله. او انه كان يتجه الى الكعبة والمتجه يختلف بنية المتوجه. متجه بنية المتوجه. افرض ان في صلاة انما انا مش متوجه ليه، انا ماليش دعوة ايه، انا متجه ليه الكعبة. ولذلك ليه الاعمال بالنيات؟ عشان ايه؟ لان العمل القالبي قد يختلف ظاهرا مع العمل القلبي. يقول من العمل القالبي اللي حج فيه ايه؟ النية. الاعمال بايه؟ هل حينما اسجد الله الملائكة لادم او قال انهم سجدوا لادم فسجدوا لامر الله في السجود لادم؟ سجدوا لامر الله للسجود لمين؟ لادم. فلو ان المسألة مسألة قالب فقط لقالوا كيف يسجد لغير الله؟ انما المساله مساله ايه؟ قالب وقلب. ساعه ما سجدوا هل هم سجدوا لادم ولا سجدوا لامر الله بالسجود لايه؟ لمتجه ادم. وهل انا اسجد للكعبه؟ هل انا ولا اتوجه الى متوجه من الله الى الكعبه؟ بدليل لما قال روح بيت المقدس روح بيت المقدس. يبقى ما فيش فيها حاجه لها ذاتيه هي اللي واخداني. انما الامر من الاعلى هو اللي واخدني لدي ولدي قد بعضه. فلا تخشوهم ايه؟ لئلا يكون للناس عليكم حجه. بقى هذا الاتجاه هيقطع الحجه؟ حجه من يكون عادلا. انما اللي يبقى ظالم بقى ما فيش حاجة تخبعه. لأن احنا قلنا ايه؟ ولئن أتيت الذين ايه؟ أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا ايه؟ وما دام سماهم ظالم ظلمة. وما هو الظالم؟ ايه الظالم ده؟ مين الظالم؟ ناكر للحق أو مغير وجهة الحق أو ناقل الحق إلى الباطل والباطل إلى الايه؟ وما دام هم كده بالشكل ده يبقى أنا ليه حجة عندهم؟ فلا تخشوهم. لا تخشوا مين بقى؟ الذين ظلموا. واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أتم نعمتي عليكم لأن بداية النعمة الإيمان وتمام النعمة تنفيذ مطلوب الإيمان. بقى النعمة إيه؟ الإيمان. ربنا هدانا للايمان دي نعمه مش كده؟ طب النعمه تتم ازاي بقى؟ ان مطلوب الايمان ده أؤديه وأؤدي مطلوب الايمان بان يستديم الله علي تكليفاته. فلا تجعلوا التكليفات تنقطع بل اوليكم انا بالنعم التي تصلح بها ايه؟ تصلح بها حياتكم. وما تتولاش نعم التكليف من الحق سبحانه وتعالى الا اذا كنتم هتقبلهم على ايه؟ تكليف. على تكليفات الله وتعملوها تبقوا عاشقينها. وما يبقاش بقى هي وقلنا زمان ان الاول ساعتها تاتي للعمل الذي كلفت به يبقى هو شاق عليك الاول. لكن حين تخشع
وتستذكر ثواب العمل الشاق وتقرين العمل بثوابه، العمل في الطاعة بسأيه بثوابه، وتقرين العمل في المعصية لشهوات نفسك بعقابها، يبقى ايه؟ تبقى المسألة حقيقة ولا لا؟ ولذلك وإنها لكبيرة إلا على مين؟ خاشعين، خاشعين هم يظنون أنهم ايه؟ يبقى إذن الذي ينصرف عن الطاعة مستثقله عزل الطاعة عن الثواب عليها، لأنه لو لحم الطاعة بالثواب عليها لأصبحت الطاعة إيه؟ مقبولة. وكذلك الذي يذهب إلى المعصية لو لحم المعصية أو قرن المعصية بالعقاب عليها ما يعملش الإيه؟ ما يعملش المعصية. يبقى إذن الخطر في ترك الطاعة وفي الإقبال على المعصية إيه؟ عزم الجزاء عن هذه وعزم الجزاء عن هذه، إنما استحضار الجزاء هذا يبقى يخلف. يبقى تمام النعمة أن يديم الله علينا استكمال إيه؟ ولذلك شوف اليوم إيه؟ وأتممت عليكم نعمتي، يعني خلاص انتهينا من الأحكام الإيه؟ التكليفية. هي بنسميها أحكام تكليفية لأن الأول فيها كلفة، فيها إيه؟ كلفة ومشقة في الأول، إنما لما تدوق حلاوتها تبتدي تلاقيها إيه؟ بقت حلوة عندك. بس لاحظ أن كثيرا من الناس يجعلون الكلفة خاضعة للوسع في نظرهم، والوسع هو خاضع للكلفة. خدوا بالكم من الحته دي دقيقه شويه. يقول لك الفساد عم وربنا ما بيكلفش الناس الا ايه؟ الا وسعها. فكانه يحكم بان هذا وسع وهذا غير وسع، وعلى ضوء ياخذ التكليف. يقول لا، اكلف الله ام لم يكلف؟ ان كان قد كلف فيبقى في وسعك انك تعمل. الله اعلم منك. يبقى ان كان قد كلف لا تخضع التكليف الى الوسع عندك، انما التكليف خاضع للوسع المعلوم لله. التكليف خاضع لايه؟ للوسع. بدليل ان الله الذي شرع شيئا ساعه يشرع شيئا هو نفسه يخففه حينما يرى الوسع لا يتسع. الرحمن الرحيم. فقال ايه المثل؟ قال لك اقصر من الصلاه لما تبقى مسافر. الله الله. لما تكون مسافر افطر في رمضان يبقى عيد. يبقى هو ايه؟ من نفسه الذي حدد الوسع. يبقى اذا لا تاخذ التكليف على وسعك الذي تقدره، ولكن خذ الوسع من التكليف. أكلف الله أم لم يكلف؟ كلف. يبقى كلف لأنه علم أن فيه وسعة، بدليل أنه ساعة يعلم أن الوسع يضيق بالتكليف يبادر هو بالحكم في تخفيف التكليف، يبادر هو بتخفيف الايه؟ بالتكليف. يبقى إذا ما تقولش لا ده المسألة ما عادش وسع الناس يضيق بينا، لا نقول له إلا الناس أصبحوا مشرعين، نقول الوسع ما كانش ما اتسعش، ونقول له لا لا لا، الوسع مقدر عند من كلف. وليتم نعمتي عليكم ولعلكم ايه؟ ولعلكم تهتدون. واحنا قلنا الهداية هو الطريق الموصل إلى الغاية، والغاية ايه من كل حركة الحياة دي؟ ايه الغاية من ايه؟ واحد يقعد كده يقول لك ايه الكون ده؟ الكون اجناس مترتبة على بعضها، وده بيخدم هذا وهذا يخدم هذا، وبعدين هيتها وبعدين الانسان يموت. ايه الغاية؟ الغاية الغاية ان تذهب في حضانة المكلف بلا اسباب. تلك هي الغاية. سيتركك الله في الدنيا بأن يعطيك الأسباب التي تقيتك والأسباب التي ترفهك إن استطعت أن تعمل حركة عقلك وحركة طاقتك في مادة الله في الأرض بأسبابك وكل حاجة. وبعد ذلك يقول لك أدن أنت والأسباب، والأسباب خاضعة لك. الدنيا هتكون كده. وبعد ذلك تأتي إلي أنا
لتعيش بلا أسباب. لتعيش بلا أذى الغاية. تبقى الغاية احنا هنا عايشين بالايه؟ بالاسباب. وبعد ذلك نذهبوا ساعات كده ما يجي على بالك الشيء تلتفت تلاقيه جالك. يبقى كأن الله يقول لنا انظروا الى الاسباب في ايديكم واليها في يدي. لما كنتوا متركين لنفسكم برضو ضيعتوا نفسكم، انما عندني ما ضيعتوش. وتيل عظمة القدرة. الله سبحانه وتعالى غني عن هذا العالم كله، انما خلق العالم ده كله ده سيالات صفات الكمال فيه، لان كل صفة من صفات الكمال تريد لها متعلقه.